يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما العبادات القلبية التي ليس لها إلا نوع واحد ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى؟ ما العبادات القلبية التي ليس لها إلا نوع واحد ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى؟ إلا نوع واحد؟ ما هنا عبادة قلبية نوع واحد؟ العبادة القلبية أنواع: الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة، أنواع كثيرة. نعم.